كانت بتدور عليا من زمان. بتدور عليا فين بقى؟ هنا. ومقري هنا انا على طول ما بتحركش. انت معانا هزازة راس بس؟ عاملة زي البندول. لا لا. هسألك سؤال سهل انتو هي بما انكم انتو بتدور عليا. يعني ايه سمنة على العسل؟ يعني اتنين حباب انهم بيحبوا بعض. اسمعي اجابة زميلتك يمكن تفيدك. ماشي. ايه اتنين حباب بيحبوا بعض. اتنين حبايب بيحبوا بعض. ايه. باين عليكي دمك خفيف صح؟ باين. خدي بس انت ما انا ما صدقت لقيت حد طولي يقف جنبي، هي اطول مني. عيب عليكي. ماشي. يعني ايه بقى سمنة العسل؟ يعني سمنة العسل اتنين حبايب. زي جملة ايه كده بتتقال في الشارع برضه. ايه؟ حبايب برضه. طب تقول انت؟ انا بسألك انت. مش عارفة والله السؤال ده. مش عارفة ليه؟ كده تزعليني؟ ايه؟ كده تزعليني؟ مثلا حليب قشطة. حليب زي كده. صافية لبن؟ صافية لبن حليب قشطة. يعني ان هما اتنين حباب وهما صحاب جامد فهي كده. حاسه انت جعانه مش عارفه ليه. انا قلت شاي مش سحرت. مش شربت بس اتسحرت. حاسه انك عايز تمسك المايك تاخديه كده. خدي بس عشان انا مفرهده زيك والله. حابه تقول ايه بمناسبه شهر رمضان واحنا عطشانين؟ كل سنه وانتم طيبين وربنا ينعاد علينا بالخيره. بالخياره ايه؟ بقول لك خياره بالخير. احسن تقول بالخياره. بقول لك خياره ايه؟ عليكي جعانة قوي. لا لا لا. وانتي حابة تقولي ايه؟ كل سنة هم طيبين وربنا يقعد عليهم بخير رمضان يا رب. مين اللي طيبين بقى؟ كلنا. بس تقولوا هم طيبين. كلنا. واحنا طيبين. لا انت مش هتعملي بقى. ها انا هبعد وانتي حاسة بتعملي الروشنة اللي بتعمليها اعمليها. واقفة ليه ما بتعملي اللي انت عايزة تعمليه؟ بخلص بعملهم باي بس. ماشي يلا باي. احنا كده خلاص. عايزة حاجة تانية؟ ماما تسأليني حاجة كده عن الدروس وكده يعني. قولي لي خد احكي لي مقاساتك عن الدروس. خدي يا بنت وقفي هنا. خدي يا رنا تعالي. لا سيبك من رنا بقى. أنت وقفتي هنا مش حد يتكلم غيرك. خدي كده وقفي كده. سنة كام؟ أولى ثانوي. كلميني عن الدروس مالها دروس؟ زي الفل. لا بقول لك إيه مش ترمي الكلمة وتيجي تسحبي نفسك. مالها الدروس؟ حلوة. مش أدب ولا علم؟ علم. ليه علم؟ إيه؟ ليه علم؟ ما عشان إحنا علم يعني. انا ايه يا اختي اهو علم بقى وخلاص. ايوه انا عايزه تخش علم ليه؟ عشان ممكن صيدله. عايزه اخش تكون صيدله. انت حابه انك تدخلي صيدله؟ غير الصيدله طيب في كليات العلم ايه هي طيب؟ طب وصيدله و وهندسه. علوم هندسه. لا لا تنشل. طب بيطري. عايز تخش ايه بقى صيدله؟ لما تبقي كده تخيلي معايا كده تبقي دكتوره صيدلانيه هتعملي ايه؟ حاجه في الصيدليه. ده اقصى ايه؟ انا حاسه انك هتضربيني. وبعدين يعني هتشتغلي ايه بالصيدله بعد ما توفي الصيدليه؟ طموحك ايه بعد كده؟ يعني هنكبر يعني هنبقى الناس حلو. متأكدة انك هتخش الصيدلة؟ انا عندي نظرة في اللي قدام. صيدلة ولا هتتحولي ادبي؟ لا صيدلة. علمي طبعا. علمي طبعا. طب انت عارفة بقى لو ما طلعتيش الأولى على الثانوية العامة في السنة بتاعتك وكلمتيني وقلتي لي تعالي صوري معايا هنزل فيديوهاتك كلها اللي عندي. أول فيديو أصلا. أول فيديو تعمليه؟ هجيلكوا بيتكوا صور معاكم. قول دي اللي صورت معايا قبل كده وما جابتش صيدلة. ماشي. يلا باي بقى. باي. الدكتورة بتاعتنا اللي بعد سنتين هتبقى دكتورة.